لعبة الرجبي حتتطور واجد بكل كل لاعبين في ليبيا حيستفيدوا من الملعب هذا حيكون مفتوح للجميع بإذن الله. هذا أول ملعب نقوله وإن شاء الله حيكون في ملاعب ثانيات. نحن نعول الرياضة كونها هي أحد دعائم إعادة استقرار للمدينة. الرياضة مهمة جدا خصوصا أن معظم المستهدفين هم الشباب والشباب هذوما تأثروا من الحرب فنعتبروه جزء من إعادة التأهيل وإعادة استقرار للشباب والمدينة بشكل عام. وإن شاء الله حيكون من خلال الرياضة نقدروا نديروا نشاطات نستقطبوا فيها جميع المدن الليبية وجميع الشعب الليبي ويكون فيه نشاط رياضي داخل جامعة بنغازي في ملعب الركبي بإذن الله. واليوم فرحة لا توصف، أول ملعب لنا في الركبي في ليبيا.